عارف يا عاطف، الاعلانات اللي في الشوارع اهي البلد عامله زيها بالظبط، فيها اللي بينور ويطفي، فيها اللي منور على طول، فيها اللي مطفي على طول. ايه رايك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو ايه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك انت كمان. انا؟ ايوه انت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير واجراءات ورق. حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزة تمشي مركبة؟ وبعدين مين قالك إن الجورنال ده هينجح؟ تبقاش أهبل، أنت فاكر إن البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جاية دي كلها شخلعة وفهلوة وخفة يد كمان، وأنا وأنت مع بعض ممكن نبقى حاجة كبيرة قوي. أنت بتبصلي كده ليه؟ أنت حبتيني مش كده؟ أنت مغفل؟ أحبك إزاي وتحبني إزاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف، انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المساله مساله احتياج، بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المساله بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني أنا مش مراتك ولا حبيبتك عشان أحاسبك. وحضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش أكل غير وأنا جعانة وأكلتي خفيفة. أنا بتعلم. دي شروطك؟ لأ، شروطي كتير، بس أهم شرط فيهم إن مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف، أنا قريت الجوع اللي أنت فيه من نظراتك ليا أول مرة شفتك. يا أستاذة، أنا جعان كل حاجة في الدنيا، عشان كده واحدة واحدة عليا شوية. ماشي. جراح على فين يا أستاذة؟ بحب أمشي في الشوارع بالليل وهي فاضية، بعرف أفكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ ان احنا نشتري رخصة. وفي حاجة للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده. يا نهار اسود. تعال اقفل الباب. انا مش قلتلك اول مرة هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذة، دي واحدة من شققي اللي بأجرهم مفروش. تعال. ايه؟ ايه؟ مالك؟ ماليش، انا كويس. طب اطفي النور وتعال. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات، راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة، فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها، فتح تاني واحدة برضه لقاها مدودة راح رميها، وبعدين راح طفي الشمعة وجر التالتة. يا ابن المعفنة، بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلاً. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا. بتعملي إيه؟ مذاكرة ولا صحافة؟ لا مذاكرة. دي أكيد مبسوطة. إحنا هنشتغل خدامين عندها بقى ولا إيه؟ بعدين الساعة 11:30.
اهلا يا مبسوط. شكرا بسلوى. السلم معايا وطول جدك حلو. بقولك ايه يا مبسوط؟ بعد ما تاخدي نفسي كده من طلوع السلم ابقي دخلي الفاكهه دي معاكي اوضتك. ايه ده؟ ده انا جايبه الفاكهه لينا كلنا. تعالي يا ابو الوفاء كلي فاكهه. مين اللي قال لك يا مبسوطه ان احنا عايزين فاكهه؟ هو حد يكره الفاكهه؟ يا صفية يا سوسن تعالوا شوفوا مبسوطه هانم اللي جايبه لنا ثلاث انواع فاكهه. ودي صدقه ولا رشوه بقى؟ لا دي ولادي. امال ايه؟ محبه وربنا. وبعدين دول لو حد فيكم جاب حاجه مش هتعملوا صحابي برضو؟ لا لو المسألة دي هي يعني مفيش مانع. لا في مانع. احنا امكانياتنا لا تسمح ان احنا نجيب فاكهة وحلويات. ده يعتبر بزخ واحنا ما نقدرش عليه. وبعدين انت كده بتحرجينا لان احنا مش هنقدر نرد لك. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا زي اخواتش. اخواتك؟ احنا مش اخواتك ولا عمرنا هنكون اخواتك. ده ايه الخيبة اللي نزلت علينا دي؟ على اخر الزمن هنبقى اخوات صبية واحدة عالمة جهلة؟ ايه في ايه؟ مين اللي جاب الفاكهه دي؟ دي مبسوط. على فكره كده ما ينفعش خالص، ولا هي دي الاصول، واللي انت عملتيه ده غير انساني بالمره. بص يا سلوى، مش عايزين نخسر بعض عشان خاطر بنت وجودها معانا غلط في غلط. وبعدين بقى مهما جابت اكله او فاكهه لازم يبقى عندنا كرامه. كان ممكن تتعاملوا معاها بطريقه الطف من كده. وبعدين احنا لازم نتعامل معاها على قد تفكيرها. دي واحده عايزه تتقرب مننا، نقوم نجرحها؟ والله لو عايز تقرب مننا مش بكام كيس فاكهه، لو عايز تقرب مننا بجد يعني تمسح الشقه، تروح ترتب لنا السراير، تغسل المواعين كده يعني. والله ده على اساس ان هي خدامه عندنا. دي واحده ساكنه هنا وبتدفع ايجار، يعني هنا احنا كلنا زي بعض. ثقافه اليسار منتهيه الصلاحيه ظهرت يا بنات. اذا كانت ثقافه اليسار بقت منتهيه الصلاحيه، يبقى الثقافه البرجوازيه اللي انت ما تعرفيش حاجه عنها اصلا خلاص عفنت. وجودنا هنا كلنا مع بعض في شقه واحده ده اكبر دليل على اننا ولاد ناس على قد حالها. وبعدين لو واحده فيكوا ابوها يعني عنده قصر كبير، سايبها ليه تسكن في شقه حقيره في اخر دور؟ ولا اللي عمها ولا خالها عنده شقه عظيمه على النيل، سايبها ليه قاعده معانا؟ يبقى ما ينفعش نعاقب واحده غلبانه عشان بس حاولت تكسب ودنا. الصراحه يا جماعه سلوى كلامها مظبوط. انا قلت لكم ان ابويا الله يرحمه كان شيخ جامع، لكن هو الحقيقه كان خدم الجامع يعني، ويمكن يعني كان حالي يبقى احسن من كده لو كان شيخ الجامع. بصراحه زين والعدل زين يا بنات. عندك حق يا سلوى، لو واحده فيكم عمها ولا خالها كان عنده شقة على الكورنيش ما كانت تروح تعيش معاه، انما اللي زينا يقعد معانا. يلا قومي طيبي خاطرها بكلمتين.